السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاهدون هذا المشهد هذا اليوم بعد صلاة الجمعة 18 محرم 1440 في مقبرة العود بوسط الرياض. هذه المقبرة تحتضن قبور جميع ملوك المملكة العربية السعودية وأعظم رجالاتها. وهذا الذي يمشي هو صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وابنه الأمير عبد العزيز. هنا يزوران قبر الإمام الموحد مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، وقبر أبرز رجالاته الأمير عبد العزيز بن مساعد. هنا قبر الملك عبد العزيز، وهذا قبر الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، وهذا قبر الملك فيصل رحمهم الله جميعا وجزاهم عنا الإسلام وعنا خير الجزاء. تخيلوا هذه قبور الأسرة المالكة بما فيها قبر صانع الأمجاد ومؤسس هذه البلاد. لا نقول إلا الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة التوحيد، والحمد لله أن مكن لهذه البلاد بلاد الحرمين ملوكا ورجالا يحكمون بالكتاب والسنة. لا أضرحة ولا قباب ولا أي مشهد من مشاهد تعظيم الأموات، والله لن نجد هذا في دول العالم كلها في الكرة الأرضية إلا في هذه الدولة المباركة. اللهم أدم علينا نعمة الإسلام، اللهم احفظ لنا ولاة أمرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gue kayak denger ada suara musik, Boy. Iya. Orang denger, Kak. What is that? وهذا مقبر إندونيسي. Orang dengar suara itu enggak? Suara kayak danger. Kayak suara ngeri-ngeri gitu. وهذا مقبر النفراتر الإندونيسي. يعني difference. Different bina Indonesia dan Saudi. What is that? Ya, amat suaranya, Boy. Oh, suara itu, Boy. Oh, Boy. It's really crazy, Boy. I'm in a berry. I'm in the cemetery. There is one voice that I never recognized that. Oh. That suara alat untuk nakut-nakutin ini. Here we go. Gue dari jauh tadi kayaknya gak ada orang. Gue ngeliatnya ngeri banget, Pak. Suara itu rupanya. Oh boy. Duk nakut-nakutin. Ngeri.
يا با هذا يعني مقبر الاندونيسي وكل موجود بلد يعني في بنيان هنا في بيت شوية ولا في ولا في شنو هذه little what is this I don't know Indonesian namanya Nissan man Nissan هذا نيسان هذا مقبر الاندونيسي يعني فرق بين الاندونيسي مع السعودية ان هناك في مالك يعني في راجا برينس كلارك كراجعان مقبرة هما في ساين مقبرة هما في ساين يعني كبران مريكا نغا عدا طاطانيا ولكن الاندونيسي هذا مشكلة انا ما ادري. It's a really, really danger. هذا مقبرة من إندونيسيا، بس أنا ما في شيء. يعني أنا ما أقدر أسوي شيء. هذا من تراديشن إندونيسيا. يعني مو مشكلة. بس داخل قلبي أنا ما أسوي هيك. يعني خلاص. شوف. أول مرة أنا هيجي هنا. متى انا صغير يعني متى انا في عمر يعني شنو متى انا عمر 12 يعني شنو 10 سنتين من 10 وهذا انا يعني انا اشوف هذا البيت is really danger انا خوف جدا انا والله انا اشوف هذا انا خوف جدا انا ما ادري ده هنا أنا ما أدري ده هنا شنو يعني في مقبرة داخل هذي في أحد سجل هنا أنا ما أدري هذي واو ما تكبرن هذي alright يلا بس أنا أنا بس شوف هذا مقبرة أنا بس هذا بين مقبرة إندونيسي ومقبرة سعودي هنا في مملك هنا في راجا يعني في فرنس يعني كبران ما في شيئين بس إندونيسي this is my mom's cemetery خلاص بس هذا tradition of إندونيسي ولا أنا ما أقدر أسوي شيئين خلاص thank you very much for watching this is Firok هذا يعني different between Kubur between a bury in Indonesia and Saudi. Thank you very much for watching. This is my mom's cemetery. Oh, something really danger. Apa ada suara-suara yang aneh? Ternyata suara kaleng untuk nakut-nakutin burung. Gue juga takut, boy. Oh.